أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار الثامنة من قناة ليبيا، يقدمها لكم حسن البطوش وتهال المعايطة، وتتابعون فيها. اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تعقد اجتماعها الثاني، والاتفاق على عقد اجتماع مباشر في جنيف. عدد من البلديات يستعد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. اللجنة العليا لمكافحة كورونا تبحث تطورات الوضع الوبائي في البلاد. وتسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي. وبحسب إيجاز صحفي للبعثة، فقد تم استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراء الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة. وعبرت ويليامز عن تقديرها للجو الإيجابي والتشاركي الذي ساد المناقشات، وأكدت الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية. هذا واتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل. وفي شأن آخر، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بدأ دعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين في بلدية القربول اعتبارا من اليوم حتى يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من الشهر الجاري، على أن يكون موعد الصمت الانتخابي يوم الجمعة 22 من الشهر نفسه، وأن يتم الاقتراع في اليوم الذي يليه. كما أعلنت أيضا أن اليوم هو يوم الصمت الانتخابي في بلديات سواني بن آدم وزليتن وقصر الأخيار وحي الأندلس. على قدم وساق تستعد مختلف البلديات للانتخابات البلدية وفق إجراءات احترازية تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين. اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت بدء الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين في بلدية القربولي اعتبارا من اليوم حتى يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من الشهر الجاري، على أن يكون موعد الصمت الانتخابي يوم الجمعة 22 من الشهر نفسه، وأن يتم الاقتراع في اليوم الذي يليه. وتحت عنوان التوعية الانتخابية في ظل تحديات جائحة كورونا المستجد، عقدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ورشة عمل لغايات التهيئة والاستعداد لانطلاق العملية الانتخابية ببلدية سوق الجمعة. وفي الوقت الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية في القربولي، تشهد بلديات سواني بني آدم وزليتن وقصر الخيار وحي الأندلس يوم الصمت الانتخابي الذي يحظر فيه ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلاله على كل القوائم والأفراد ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، كما يمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية عشية الانتخابات التي ستشهدها هذه البلديات الأربع يوم غد الخميس. تنفيذ هذه الانتخابات على مستوى البلديات وفق الأطر والتشريعات القانونية إشارة إلى إعادة المسار الصحيح لدولة القانون والمؤسسات، وفتح الطريق الدستوري لتنفيذ الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية القادمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان. نظمت جمعية ساجدة للأعمال الخيرية ومنظمة أثر يبقى بصبرة اليوم بمدرج كلية الهندسة ورشة تدريبية بعنوان بلدية صبرة بين التحديات والأولويات، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية والمرشحين للانتخابات عن كل الفئات. للمزيد عن هذه الورشة التدريبية نتابع التقرير التالي. استعداداً للانتخابات البلدية التي تشهدها صبرة هذه الأيام،
واستعدادا ليوم الاقتراع لاختيار المجلس البلدي. عقدت ورشة تدريبية بمدرج كلية الهندسة في صبراتة بعنوان بلدية صبراتة بين التحديات والأولويات، بتنظيم من جمعية ساجدة للأعمال الخيرية ومنظمة أثر يبقى، وبحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية والمرشحين للانتخابات عن كل الفئات. الورشة التدريبية ناقشت ما يجب القيام به بعد الانتخابات، إلى جانب استعراض الأعمال التي قام بها المجلس التسييري الحالي والأعمال والأولويات للمجلس البلدي القادم المتمثلة في استكمال بعض المشاريع التنموية والهيكل الإداري للبلدية والحدود الإدارية لها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل القانون 59 لعمل البلديات. الهدف الأساسي من هذه الورشة التدريبية يتمثل بتوضيح المسؤوليات المناطة بأعضاء البلدية القادمين، وما يحتاجه أهالي البلدية من خدمات، وما يتطلعون إليه من حلول ناجعة للمختنقات التي تواجههم. اطلع رئيس الحكومة الليبي عبد الله الثني على آخر مستجدات عمل وزارة الخارجية والتقرير السنوي لعملها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج. أطلع الوزير رئيس الحكومة على مشروع خطة الوزارة للعام الجاري لاعتمادها والعمل بها ووضعها في صورة الاجتماع المزمع عقده في 12 من يناير، والذي يضم كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة، إلى جانب استعراض سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية بالشكل العلمي والسياسي الصحيح. عقدت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم اجتماعها الدوري بمقر اللجنة بالمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي ببنغازي، وناقش المجتمعون آخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد وقدرة المستشفيات الاستيعابية للحالات الطارئة، إضافة إلى الآلية الواجب اتباعها للتعامل مع لقاح كورونا وكيفية توزيعه. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد صالحين مجيد، ليس معي عبر الهاتف. نعم، سننتقل إلى الخبر الآخر مشاهدينا إلى أن يحل الاتصال بالسيد صالحين مجيد في بقية النشرة. ووفقا لآخر تحديث يومي للوضع الوبائي في البلاد، وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تركز معظمها في العاصمة طرابلس، في حين أعلن المركز تماثل 1191 مصابا للشفاء التام. لتفاصيل أكثر عن الوضع الوبائي في البلاد نتابع التقرير التالي. لم يكن العالم يتوقع أنه سيصبح رهينا لفيروس لا يرى بالعين المجردة، فبلا شك أنه سبب أرقا لكافة المواطنين في العالم ككل. ولكن ومع كل ذلك التأهب الذي شهدناه ما زلنا نرقب آثاره، إلا أنه يبدو أننا بدأنا نقف الآن عند عتبة مرحلة انتقالية جديدة. فالمنحنى الوبائي في البلاد بدأ بالانخفاض التدريجي منذ عدة أيام، فلم نعد نشهد تسجيل إصابات قياسية بهذا الفيروس. فلو جئنا إلى إحصائيات كورونا في البلاد وفق آخر تحديث للوضع الوبائي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لوجدنا 424 إصابة جديدة سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة بين المواطنين. هذا العدد الجديد من الإصابات بالرغم من أنه جعل إجمالي الإصابات يتجاوز 100,000 ب2880 حالة، إلا أنه ما زال رقما هينا ومبشرا بالخير مقارنة بأرقام الإصابة اليومية في الأيام الماضية. أما على صعيد حالات الشفاء فلوحظ أيضا ازديادها مقارنة بما كان قبلها، فقد سجل 1191 حالة جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء في البلاد 77,435 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1546، ما يعني أنه حتى حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس بدأت بالانحسار التدريجي.
وبالعودة إلى السيد صالحين مجيد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا معي عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل حول اجتماع اللجنة الاستشارية اليوم. أهلا بك سيد صالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبرز ما تم مناقشته اليوم في اجتماع لجنة مكافحة كورونا، هذا الاجتماع الدوري الذي تعقده. نعم سيدتي أسمعك. نعم سيد صالحين، كنت قد سألتك عن مضمون الاجتماع الذي قامت به اللجنة اليوم، لجنة مكافحة كورونا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية العليا الطبية لمكافحة جائحة كورونا اليوم تناول عدة محاور، وأهمها محور التكفين، وكان هذا المحور بصدد انواع التكفين التي سوف تاتي الى البلاد. طبعا هناك من المرجح ان تكون هناك طبعا نوعان، النوع الاسترازينكا وهو الذي ممكن يتمشى مع الوضع الحالي والبنيه التحتيه بليبيا، حيث انه لا يحتاج الى حلقه بارده شديده التطور او عاليه التطور، حيث انه يحتاج من البرودة تخزينه من 2.4 إلى 7.4، بعكس وهناك لقاح آخر هو موديرنا، حيث أن موديرنا قد تحصل على الـ FDA اللي هو موافقة التغذية الأمريكية والتغذية والدواء الأمريكي اللي هي التي تعطي بها تعطي الشهادة والتوثيق والاحتمال. اما الاسترازينكا فهو حسب ما بلغنا من الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحه الامراض بانه حتى هو تلقى الايوترايزيشن الاي او اي. نعم. وهذا طبعا شيء طيب ومفرح. طبعا 20% من السكان هم من سوف يتلقون اللقاح، كما اسلفنا الذكر اللي هي كميه اللقاح 2.8 مليون جرعه تقسم على ذوي الاقطار. ذوي الاقطار كما اسلفنا الذكر سوف يكونون ملاصقين بالارض في المستشفيات والرعايه الصحيه الاوليه والمستشفيات، ثم ناتي الى كبار السن الذين تكون اعمارهم فوق 60 عاما. طيب سيد صالحين، يعني متى من الممكن ان يتم جلب اللقاح لليبيا؟ نعم طبعا نحن نتوقع جلب اللقاح الخاص بمكافحة جائحة كورونا أو COVID-19 في نهاية شهر فبراير أو منتصف شهر فبراير، حيث أن ليبيا رائدة في هذا المجال، والدورة المستندية حسب ما أعلمنا علمونا زملائنا وكان من جهاز الإمداد أنها قد بدأت منذ حين يعني طويل، والوضع إن شاء الله سيكون جيد لاستجلاب البكتين. نحن إذا جاءنا البكتين إذا أخذوا ذوي الأخطار والمرافقين في الرعاية الأولية سيكون هناك حد من انتشار هذا الفيروس في المجتمع. نعم سيد صالحين مجيد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا، كل الشكر لك. أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما تماثلت 4 حالات للشفاء التام من الفيروس وفقا لبيان اللجنة رقم 99. أفادت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع يجدابيا بتسجيل إصابتين جديدتين وتماثل حالة واحدة للشفاء التام، في حين تم تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس. وفي السياق ذاته أكد مدير مكتب الخدمات الصحية الجفرة أحمد الصغير في تصريح خاص لقناتنا أن فيروس كورونا يشهد انتشارا ملحوظا في بلدية الجفرة بسبب عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى وصول عدد حالات الوفاة في المدينة إلى 23 حالة. يشهد الوضع الوبائي داخل بلدية الجفرة ازدياد ملحوظ في عدد حالات الإصابة
والاشتباه بفيروس كورونا المستجد للمترددين على المرافق الصحية العاملة بمناطق الجفرة، حيث تم تسجيل 200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل بلدية الجفرة، ويرجع الانتشار خلال هذه الفترة بسبب عدم التزام أهالينا في منطقة الجفرة بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها مجابهة هذا الفيروس الشرس. والآن العدد حالات اللي تم إيوائها داخل قسم العزل السريري 73 حالة، حيث سجلت 23 حالة وفاة، والآن توجد 4 حالات على جهاز التنفس الصناعي داخل مركز العزل السريري. يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الحرس البلدي حملة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المحال التجارية لليوم الثاني على التوالي. هذا وتشمل الحملة الأسواق الشعبية والجزارين والصيدليات والمخابز وغيرها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وزعت منظمة اليونيسف بالشراكة مع الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية بعض المواد الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا على بعض عائلات النازحين، وتمثلت المواد الموزعة في منظفات ومطهرات لضمان حماية وسلامة الأطفال النازحين داخليا وعائلاتهم. أصدر رئيس الحكومة عبد الله الثني قرارا بمنح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة، وذلك لتغطية قيمة توريد وتركيب محطات الأكسجين لبعض المستشفيات. وتضمن القرار تخصيص 12 مليون دينار ليبي وفق التفصيل المبين بالكشف المرفق مع القرار. تفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نور الفسي رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي تنفيذ الإجراءات الوقائية بمركز علاج وتشخيص السكري في المدينة. وشملت الجولة متابعة سير العمل في عدد من الأقسام، أهمها المختبر الطبي ومخزن الأدوية والتوثيق والمعلومات، بالإضافة إلى غرف الكشف والجراحة. تفقد وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز مخازن وزارة التعليم بمدينة بنغازي، واطلع على سير عمل توزيع الكتاب المدرسي وتوزيع التجهيزات والمستلزمات التعليمية. إلى ذلك أجرى بومريز زيارة تفقدية لمدرسة الحقيقة وثانوية الوحدة الوطنية للبنيين ببلدية بنغازي، وذلك للاطلاع على سير الدراسة في كل منهما تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد. أكد مدير أمن بنغازي العقيد يونس الشكري خلال اجتماعه برؤساء وحدات التحريات بمراكز الشرطة في مدينة بنغازي على تعزيز عمليات التحري وجمع المعلومات بصورة استباقية قبل وقوع الجريمة. وشدد الشكري على ضرورة وضع آلية عمل تعتمد على العمل المشترك بين وحدات التحريات بمراكز الشرطة، سواء في عملية جمع المعلومات بصورة استباقية أو تحديد هويات مرتكبي الجرائم. من جانبها أعلنت مديرية أمن الكفرة العثور على المستشار بمحكمة جال الجزئية المستشار مصطفى لندي وأسرته بعد فقدان الاتصال به منذ 25 من ديسمبر الماضي عقب خروجه من الكفرة متجها إلى مقر عمله في مدينة جالو. وأكدت المديرية أن الدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة عثرت على المستشار داخل الأراضي المصرية بعد أن ضل طريقه بسبب سلوكه لطريق صحراوي. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. منظمة نسمة أمل تقيم مهرجان الإبداع والتميز الثالث لذوي الإرادة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذا تذكير بأبرز عناوين الثامنة. اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تعقد اجتماعها الثاني والاتفاق على عقد اجتماع مباشر في جنيف. عدد من البلديات يستعد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. واللجنة العليا لمكافحة كورونا تبحث تطورات الوضع الوبائي في البلاد. أهلا بكم. أجرى رئيس الحكومة عبد اللطني اليوم جولة تفقدية لعدد من المشاريع المهمة التي تعد جزءا من الملامح التاريخية لمدينة بنغازي. واستهل الثني جولته بتفقد مشروع إعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، مؤكدا ضرورة المحافظة على الشكل التاريخي السابق للضريح. كما أجرى جولة تفقدية لمشروع صيانة دار الكتب الوطنية، مؤكدا على تاريخية المكان ورمزيته. بحث رئيس الحكومة عبد الله الثاني سير العمل ببلدية خليج السدرة خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الحميد الأطيوش وبحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي. الثاني اطلع خلال الاجتماع على أبرز احتياجات بلدية خليج السدرة وسبل توفيرها، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيلبي كافة احتياجات البلدية بحسب الأولوية في كافة القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشاكل الطرق في مختلف المناطق. ونبقى في أخبار الحكومة الليبية، حيث عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية نافع بسوس الاجتماع التقابلي الأول لهذا العام مع مديري المكاتب وإدارات التعاون الدولي بالجهات التابعة للوزارة. وبحث الاجتماع آلية تنسيق العمل المشترك إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الدولية والتعرف على عمل المنظمات الدولية وأهم أنشطتها الإنسانية وتكريس الجهود المستقبلية في خلق روح التعاون وفق اختصاصات الجهات التابعة وحلحلة الصعوبات والعراقيل. كشف مدير إدارة هندسة المكامن والإنتاج بشركة الواحة للنفط عن إنجاز وضع 3 آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة، وذلك بحقول الدفة والإحراش، مضيفا أن العمل جار على وضع 5 آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة. شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار بجزيرة دوران بوشليف بتنفيذ من شركة مزايا الخير للمقاولات العامة وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية. هذا ويعد الموقع المذكور أحد المواقع التي تواجه مشكلات في تصريف مياه الأمطار التي تعمل البلدية على إيجاد قنوات تصريف لها. كما شرعت بلدية جنزور بتوفير مضخات غاطسة ومواد تشغيل من خلال فرقة وحدة الآبار بقسم مرفق المياه في إدارة طرابلس، حيث تم تركيب مضخة مياه غاطسة جديدة إيطالية الصنع وكذلك 16 أنبوبا بلاستيكيا، إلى جانب صيانة بئر العربيين بمنطقة أولاد حمد في جنزور الغربية. طالب العاملون بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الليبية والمشمولون بالخدمات من ذوي الاحتياجات الخاصة طالبوا بتشكيل لجنة إدارة جديدة وإعفاء اللجنة المكلفة حاليا. وأكدوا في بيان أصدروه ضرورة مراعاة التوزيع العادل لأعضاء لجنة الإدارة وفقا للرقعة الجغرافية للبلاد. تشكيل لجنة الإدارة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وإحفاء اللجنة المكلفة حاليا بحيث تكون وليدة العمل الاجتماعي ومن داخل الهيئة بحيث ترعى مشاكل المعاقين وتعمل على معالجتها.
2 تكليف رئيس لجنة الإدارة للهيئة، وذلك وفق ما يراه مدراء الفروع والمكاتب والمراكز والمؤسسات. 3 مراعاة توزيع العادل لأعضاء لجنة الإدارة وفقا للرقعة الجغرافية. وبهذا ونظرا للوضع المتفاقم يوما بعد يوم وتقديرا لظروف هذه الشريحة، فإننا نأمل النظر في هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، كما نأمل أنه لا تتجاوز مدة أسبوع من تاريخه، خالين كافة المسؤوليات والعواقب في حال حصولها لا قدر الله. أقامت منظمة نسمة أمل لذوي الإرادة في مدينة بنغازي مهرجان الإبداع والتميز الثالث لذوي الإرادة بحضور مجموعة من المسؤولين والفنانين. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. مهرجان الإبداع والتميز بنسخته الثالثة أقامته منظمة نسمة أمل لذوي الإرادة هذا العام بقاعة فينيسيا في مدينة بنغازي لدعم المعاقين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية. نحن اليوم في مهرجان الإبداع والتميز للسنة الثالثة ليعنى بذوي الإرادة لنسلط الضوء على إبداعات ذوي الهمم، طبعا في قاعة فينيسيا جايبين وفد من سوريا، الممثلة القديرة سوسن ميخائيل والإعلامية رنيم حيشرفونا اليوم في القاعة. بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة محمود أمجبر ومجموعة من الفنانين السوريين، أقام المشاركون حفلا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجيش الوطني الليبي. حبيت شارك بهي المناسبة بإني ألبس الفلكلور التراث الشعبي تبع ليبيا. أنا بحس لما بعمل هي الحركة كأنه أنا عم بمتن لهذا الشعب وانتمي له كمان بهذا الوقت. يعني أنا كتير حابة وجودي بيناتكم، وحبيت أنه اللبس التراثي تبعكم أنه أني ألبسه مشان أظهر بمظهر لائق ويشرفكم كمان. بدي أتشكر كتير 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 هالمهرجان على دعوته لإلنا لحتى نكون متواجدة أنا وفنانة سوسن ميخائيل من سوريا لحتى نشارك هذا الإيفنت الإنساني اللي نحن كتير مبسوطين بتواجدنا، لأنه نحن بنشوف كتير موضوع ليبيا على الإعلام وأحيانا الإعلام قديه هو بيهور يعني. فلما اجينا انا كنت متوقع اصلا انه لانه الوضع مثل عنا يعني الاعلام بيكبر الامور وبيكون بجوا بامان اكثر. الحمد لله اجينا ولقينا امان، وهذا الشعب الطيب المضياف الكريم حقيقه، وشفت في تطور كبير بشوارع بنغازي، شوارع جديده يعني بتحس حالك احيانا في مناطق كانك مو ببلد عربي، بس طبعا بروح عربيه حلوه. المهرجان تضمن عرض فقرات فنيه وثقافيه متنوعه امام الحضور الذي شهد تنوعا في الفئات والاعمار، مؤكدين على اهميه الرساله الانسانيه ودعم المجتمع بمختلف شرائحه. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام وتتابعون في أخبارنا الدولية بعد قليل. أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع في عدد من دول العالم. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649 وفاة بفيروس كورونا. في
فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378. وبذلك يصبح إجمالي عدد الوفيات بكوفيد 19 في إيطاليا 76329 في أعلى حصيلة بأوروبا والخامسة عالميا، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 2,182,000 حالة حتى الآن. سجلت اليابان 4,916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، متخطية حاجز 4,000 حالة للمرة الثانية خلال 6 أيام، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة فرض الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة. وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب فيروس كورونا. وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 55 وفاة جديدة متأثرة بالفيروس. وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في مصر 144,583 حالة، منها 115,414 حالة تم شفاؤها، إلى جانب 7,918 حالة وفاة، ووفقا للمتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد. أما في المغرب فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 445,000 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 43 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 7,581، مضيفة تسجيل 1,736 حالة شفاء، ترفع إجمالي المتعافين إلى 417,000. وقبل الختام مشاهدينا، هذا تذكير بالعناوين. اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تعقد اجتماعها الثاني، والاتفاق على عقد اجتماع مباشر في جنيف. وعدد من البلديات يستعد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. واللجنة العليا لمكافحة كورونا تبحث تطورات الوضع الوبائي في البلاد. بذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت ebschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.